هذا وقد احتفل وفد الشعب البرلمانية خلال تواجده بمدينة أنطاليا التركية للمشاركة في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية بالأعياد الوطنية. وقد شارك في هذا الحفل عدد من الوفود البرلمانية من مختلف دول القارة الآسيوية المشاركة في الاجتماع، والذين تقدموا من جانبهم بخالص التهنئة لوفد مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية. هذا وقد رفع رئيس الوفد سعادة النائب أحمد صباح السلوم والوفد المشارك خالص التهاني بهذه المناسبة إلى قيادة المملكة وشعب البحرين معربين عن تقديرهم للمشاعر الطيبة التي عبرت عنها الوفود البرلمانية المشاركة بهذه المناسبة.